منذ مجيئه سفيرا للمملكة المتحدة، والدكتور صالح التميمي يسعى بشكل ملحوظ لتحسين أداء عمل السفارة والقنصلية العراقية من أجل تقديم أفضل الخدمات للجالية العراقية في لندن. وبعد جهود كبيرة ومتابعة شخصية منه، تم أخيرا افتتاح العمل بمنظومة طباعة الجوازات في القنصلية العراقية. اليوم أنجزنا شيء مهم جدا لجاليتنا العزيزة، وهو طبع الجوازات من لندن. هذا بالتأكيد راح يكون تأثيره واضح لدى المواطن العراقي عند مراجعته الجوازات أو القسم القنصلي للسفارة، حيث راح يقلل من المدة بشكل كبير لاستلام الجواز بعد ما يقدم أوراقه بصورة صحيحة إلى القسم القنصلي في سفارة جمهورية العراق في لندن. لا يفوتني هنا أن أذكر الحقيقة الدور الكبير لقيادة وزارة الخارجية وعلى رأسها السيد وزير الخارجية، أيضا قيادة وزارة الداخلية وعلى رأسها السيد وزير الداخلية. التعاون الواضح بين وزارتي الخارجية والداخلية من خلال التسهيلات المطلوبة كإرسال كادر متخصص من وزارة الداخلية لتدريب العاملين في القسم القنصلي بلندن، جاء لمصلحة المواطن العراقي المقيم في المملكة، إذ التوجيهات الحكومية متمثلة بالوزارتين جاءت واضحة لخدمة العراقيين المقيمين في الدول الغربية. بمتابعة شخصية من قبل سعادة سفير جمهورية العراق في لندن الدكتور صالح التميمي، حصلت موافقة معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري، وبتعاون وجهود وزارة الداخلية العراقية ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، على فتح منظومة طباعة الجوازات. قبل كان الجواز تجري المنظومة في لندن ويصدر في بغداد ويجلب إلى لندن مرة أخرى لغرض تسليمه إلى المواطن، وكانت العملية تستغرق من شهرين إلى 3 شهور. الآن العملية لا تستغرق سوى يومين أو 3 أيام، سيستلم المواطن العراقي المقيم في بريطانيا أو بالدول الأوروبية القريبة منها، راح يستلم الجواز خلال يومين أو 3 أيام. منظومة طبع الجوازات بلندن تعد الثالثة من نوعها بعد تجربة عمان ودبي. أما طريقة تقديم المعاملة من قبل العراقيين المقيمين في المملكة المتحدة أو الدول الأوروبية المجاورة ممن يأتون لتقديم معاملاتهم في القسم القنصلي بلندن، فلا بد لهم من اتباع الإجراءات الصحيحة. الأوراق اللي مطلوبة الحقيقة من المواطن أنه يراجع القسم القنصلي في السفارة وإحضار المستمسكات الأصلية الثبوتية، وزائد النسخة ملونة من كل مستمسك، وملء استمارة إلكترونية اللي هي خاصة بالجواز العراقي. يقدر يزور الموقع الخاص بمديرية الجوازات iraqinationality.com، يترس الاستمارة أونلاين ويجلب إياه هوية الأحوال المدنية الأصلية ونسخة ملونة منها، وعلى شرط أنه لا تتعدى عمر الهوية 14 سنة. يتم اعتماد الهوية للأطفال دون 6 سنوات اللي ما بيها صورة، بعد تقديم كتاب تأييد من السفارة، شهادة الجنسية العراقية الأصلية ونسخة ملونة من عندها. يتم اعتماد بالنسبة للأطفال شهادة الجنسية الأب للأطفال دون سن 10 سنوات اللي ما عندهم شهادة جنسية للأطفال. 4 صور ملونة ذات خلفية بيضاء، نسخة ملونة من الوثيقة الأجنبية أو جواز السفر الأجنبي، وحضور الشخصي طبعا لأداء البصمة الإلكترونية والبصمة الحية. الجهود الحثيثة تكللت أخيرا بنجاح نصب منظومة طبع الجوازات في المملكة المتحدة، وما على المواطن العراقي إلا مراجعة القنصلية لتقديم معاملته واستلام جوازه بعد 3 أيام فقط. لقناة العراقية، ورود الموسوي، لندن.